دلوقتي في الولاد الصغيرين والبنات هيطلعوا على البنانا. اوكي. It's a lot of fun. كفايه ووتر سبورتس وبهدله بقى، عايزين نطلع نركلس شويه. انا سمعت المركب دي من اكبر جلاس بوت في العالم. تعال نشوف ايه حكايه ايه اكبر جلاس بوت في العالم دي. يلا بينا. انا طلعت على المركب لقيت الناس زي ما انتم شايفين كده، اللي منسجم واللي بيتصور واللي سرحان واللي بيضحك واللي قاعد يفكر واللي بيرسم تاتو. وقت الغدا الناس شافت التنورة، ما كانوش فاهمينها في الأول، بس بعد كده اتبسطوا منها على الآخر، وبعد كده بدأ الرقص البلدي. ومن هنا عرفت هي ليه من أكبر جلاس بوت في العالم. يوم جميل، احلى حاجه. يلا نروح رايح بقى في الاوتيل شويه وننزل بالليل تاني.